أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: السترة هل هي واجبة أو سنة؟ إن كان القصد السترة اللي هي ستر العورة في الصلاة يسمى السترة، فهذا شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة. أما إن كان القصد بالسترة ما يكون أمام المصلي من شيء مرتفع هذا سنة ليس بواجب، هذا سنة، ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته، وفيه وعيد شديد. وإذا لم يكن أمامه سترة فيحرم المرور من أمامه مسافة 3 أذرع، 3 أذرع هذه المنطقة لا يمر منها، بل يمر من ورائها أو من وراء السترة. واتخاذ السترة في الصلاة سنة ليس بواجب، بدليل حديث المسيء لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي لم يأمره بالسترة، بين له ما يجزي في الصلاة ولم يذكر له السترة. نعم، فدل على أنها سنة، على أنها سنة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم أنها سنة وليست واجب. نعم.